وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة مع بعض البساطة والسهولة، المسقعة البتنجان، يعني لحمة وبتنجان. فاحنا عايزين نغير فكر البتنجان من المسقعة نعمله بوفتيك. أكيد الأولاد والأطفال بيحبوا الأكلات اللي فيها بانيهات أو مقلية أو كريسبي. هنشوف نعمل إزاي البتنجان النهاردة، الشرايح مقلية بوفتيك مع لحمة مفرومة مع الخبرة الطهوية، بالتأكيد هتعجب حضراتكم، وحاجة سهلة كده لكل أمهاتنا هتعجبهم وتبقى لطيفة. نقدم معاها صوص طماطم، نقدم معاها وايت صوص حسب الرغبة. معانا النهاردة رز بالبسلة والجزر لكل سيدة عظيمة، طبعا ربنا يقومها بالسلامة الحامل. البسلة غنية بالبوتاسيوم، والبوتاسيوم ده بيلعب دور البطولة في تغذية الجنين داخل أمه في فترة الحمل. فالنهاردة هنعمل الرز بالبسلة والجزر، هيعجب حضراتكم، تقدروا تحط عليه شوية مكسرات والتوابل اللطيفة الجميلة، هيكون طعمه لطيف، والبسلة والجزر كمان غنية بفيتامين سي. ولكن الطماطم لنا موقف معاها، بنشربها عصير، ممكن بنعملها شوربة تبقى لطيفة وجميلة. إنما طماطم محشية بفكر طهوي جميل، هنشوف نعمل إزاي الطماطم المحشية بالرز والزيتون والجبنة، حاجات لطيفة وجميلة. طماطم محشية بخبرة طهوية، الخبرة الطهوية والحشوة هنا معانا. نشوف هنعمله إزاي مع بعض. ده تمام مكانه كده زي الفل. تعالوا نعمل الحشوة بتاعة الطماطم قبل ما نجهز الطماطم، ده اللي يهمني المضمون. المقادير على الشاشة، مقادير حشوة الطماطم، طماطم محشية بالرز والجبنة. المقادير على الشاشة، هستأذن مخرجنا الجميل بس تجيب البتنجان قبل وبعد. محدش هيصدق على السفرة ان البتنجان ده شكله بعد ما قطعناه واشتغلنا فيه بقى بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. المقادير على الشاشة، رز مصري سلقناه مسبقا معانا اهو، شوية رز أو معلقتين رز باقيين عندك من امبارح، كنت عاملة ملوخية مع الفراخ، الأكلة المفضلة للشيف أهو. ده الرز المصري، الله زي الفل. بحط على الرز ده يا عم الشيف شوية بقدونس حلوين، الخضرة، شوية شبت، شوية جبنة موزاريلا على الرز. خليكي معايا للآخر، بس أهم حاجة الرز يكون مستوي وما يكونش درجة حرارته يعني سخن يعني. لو هو عندك في التلاجة طلعيه من التلاجة بالشكل ده كده. حطيت جبنة موزاريلا، حطيت بصلة ناعمة، فص توم ناعم على الرز، سنة شبت صغيرة على الرز، معلقة فلفلة حلوة على الرز، كل ده يا عم الشيف بهاراتك هنا بقى حسب الرغبة، ولكن أنصحك ما تحطيش ملح لأن الرز مستوي قبل كده في ملح. هنحط البهارات بتاعتنا، شوية ملح وشوية فلفل، سوري شوية فلفل وشوية كركم. بس كده زي الفل. ونقلب دول مع بعض تقليبة حلوة. هنا وجود الجبنة الموزاريلا في قلب التوبنج بتاعي أو في قلب الخلطة بتاعتي هو اللي هيخليها تمسك في بعضيها لما أحطها في الطماطم. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ إيه الجمال ده؟ أدعم الموضوع وأبني الهرم الغذائي وأنا شغال في طماطماية. حلوة دي، معرفش طلعت معايا إزاي، وأبني الهرم الغذائي وأنا شغال في طماطماية. الرز بروتين، الرز الياف، الرز كربوهيدرات، الرز نشويات. عايز بروتين في الاكله دي. الجبنه الموزاريلا مش كفايه، الشيف المغازي ممكن يعمل ايه بقى هنا؟ اللطافه والشياكه والخبره الطهويه بتقول ايه؟ ممكن نضيف بطين هنا في الخليط ده. اللهم صل على النبي. كده الهرم الغذائي بكل مكوناته في قلب الحشوه. طب هتحشي الطماطم ازاي يا شيف مغازي؟ احنا مع بعض دلوقتي نشوف الشكل الجميل اللي ممكن نعمله مع الطماطم المحشيه. قلبنا البيض، وعلى فكره الاكله دي ممكن تعملها من جوه الثلاجه، عندك رز بايت، شويه بقدونس حلوين، شويه جبنه موزاريلا باقيين من البيتزا، هتعيدي هيكله الحاجه اللي موجوده في الثلاجه وتعمليها بشكل جديد دلوقتي هيعجبك على فكره. لو لفيت مطابخ العالم ومطاعم العالم مش هتلاقي الطبق ده. بجد يا شيف ورينا هتعمل ايه، هو ده، ادي الحشوه جاهزه. حلوه، هنخليها كده على جنب. نجيب الطماطم الحلوه ونجيب سكينه منشار. يفضل استخدام سكينه منشار. حلو، وتعالوا نشوف الشيف المغازي هيعمل ايه في الطماطم الحلوه دي كده. القوطه، يا قوطه هنجيبها طبعا من عند الراجل الفكهاني، تكون اسيا مش اساوى، الاساوى اللي احنا عارفينها، تكون جامده شويه. حلو الكلام، ونقطعها بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالي يا قوطه.
الله عليك، ده انا كنت فاكرك يا شيف مغازي هتمسك الطماطميه تفرغها وتحشيها. وفي الحاله دي هنقول ايه الجديد؟ هنضحك على بعض ولا ايه؟ بص يا ست الكل يا امي، بص يا عروسه اللي مبتدئه في المطبخ وعايزه تعملي محشي لجوزك. ادي الطماطم بالشكل ده كده، نختار الكبيره، انا عايز الطماطم الكبيره. هتعمل ايه يا شيف مغازي؟ اصبري على رزقك يا ست الكل. حلو، عندي قطعه بتاعه الفطاير اللي موجوده عندي، في الصغيره وفي الكبيره اللي بالشكل ده كده. هعمل ايه؟ الصغيره هنا ناخدها كده، شفت شقاوه المطبخ؟ وادي واحده. مخرجنا الجميل الله يوفقك جيب لي الحاجات الحلوه دي كده، عشان احنا هنا خطوه خطوه والتفاصيل الصغيره مع بعض اهو. ربنا يكرمك ويعيدك بزياره النبي، قول امين. واحنا مع بعض اهو. حلو كده، طلعنا دي نحطها هنا، نفس القصه اهو، نفس القصه اهو. طبعا اوعى ترمي قلب الطماطمايه دي، دخليها في طبق شوربه، دخليها في صلصه البيتزا. انا ضد التبذير، خلي بالك. وتقول الشيف المغازي شال قلب الطماطمايه رماه خالص، مفيش حاجه بتترمي عندي، حاجه بحطها في الثلاجه واستخدمها تاني يوم زي الحلاوه. لقيت الطماطم صغيره، استخدم القطاعه الصغيره. ما عنديش قطاعه يا شيف مغازي، اعمل ايه؟ حالا وانا معاك يا ست الكل، عينيا بس هعمل التركايه دي وناخد بعضينا ونطلع فاصل. امسك الشريحه دي كده براها بالسكينه. اذا ما عندكيش قطعه، انا مش عايزك تقفي ايه تفكري. وافتكري الجمله اللي بقولها، لا تفكري ولا تحتاري، مع الشيف المغازي على شاشه القناه الاولى تلفزيون بلدي هتختاري. شفت انا عملت ايه؟ قورتها من جوه. هتعمل ايه بعد كده يا شيف؟ واحده واحده قبل ما اطلع الفاصل بتاعي، باخد من الحشوه دي كده واحط هنا كده. ايه ده يا شيف؟ ايه الابداع الطهوي ده؟ ودي هتخش الفرن، الجبنه مع البيض مع الرز مع البقدونس مع الحب. هيبقى قرص في قلب الايه؟ شريحه الطماطم. ده يعتبر طبق مقبلات يعني، حاجه كده قبل ما ناكل الديك الرومي. نستاذن حضراتكم ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع للابتكار الطهوي، للفن الطهوي باقل تكلفه ممكنه، تقدر تغيره من مطبخك وتعيدي هيكله الحاجات اللي موجوده في الثلاجه وتعمليها بشكل جديد. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ودايما الساده المشاهدين يقول لك الشيف المغازي بيعمل ايه في الفاصل؟ هل بيشرب حاجه سخنه عشان بيبذل مجهود؟ لا والله العظيم، حبا في حضراتكم انا بعمل اقصى جهدي ومجهودي ان انا اطلع بالطبق مليان وفي الخبره الطهويه ويطلع البرزنتيشن بتاعه حلو الشكل يعني، ده مهم جدا. انا طبعا كنت انا عامل شويه قبل الفاصل، فانا معايا شويه طماطم كمان هكمل عليهم مع بعض كده حضراتكم. واللي يهمني ان قلب الطماطميه ده ما يترميش، يتعمل شوربه زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، او ان احنا ندخله في صلصه البيتزا، او نخليها في الثلاجه نستخدمها استخدامات اخرى زي ما انت عايزه. او انت عامله البتنجان ده النهارده بالصدفه هتضربيه في الخلاط وتعمله صوص طماطم تحت البتنجان زي ما انت حابه. احنا معانا هنا طماطم نرصها كده، يعني مع كيلو طماطم بس تجيب الطماطم الجامده. عملت الفكره دي لطيفه اهيت زي الفل. ناخد من الحشوه دي يا عم الشيف. نعم نعم يا حبيبي نعم، طريقه التسويه اصبر على رزقك، هتشوف حاجه حلوه دلوقتي. في حله على النار او طاسه على النار او صينيه على النار بتسخن، حلو الكلام. احط الرز كده. خلي بالك الجبنه مع البيض مع الحشوه اللي انا عاملها دي اللي مجمده قلبي، ان كل ده هيستوي في بعضه ويمسك مع بعضه، وخاصه مع الرز المصري بتاعنا النشويات بتاعته والكربوهيدرات بتاعته والتفاصيل بتاعته. شفت انا بعمل ايه؟ بحط شويه الرز، الهرم الغذائي. وببني الهرم الغذائي داخل شريحه الطماطم. بروتين هتلاقي، نشويات هتلاقي، كربوهيدرات هتلاقي، حب هتلاقي. وانا شغال.
الطريقه الثانيه ممكن بقى ان احنا نقور الطماطم ونحشيها خلطه وبتاع، ولكن في الغالب لما بنعملها بالطريقه دي يا شيف مغازي بنلاقي حبات الرز جوه الطماطميه مش مستويه في المحاشي المشكله، فدي طريقه جديده وحلوه. ممكن عامله شويه ريش مشويه تحطي ده جرنش جنبيها بدل الخضار السوتيه، عامله فراخ مشويه تحطي دي جنبيها جرنش بدل الخضار السوتيه، وهكذا. عامله برجر تحطي دي جنبه بدل الخضار السوتيه. وفرت على نفسك تعملي طبق رز، وفرت على نفسك مجهود كبير، وحاجه فيها قيمه غذائيه عاليه جدا، الاطفال هيحبوها. دايما الاطفال بيحبوا الاشكال البسيطه السهله اللي فيها تفاصيل. زي الفل، هنروق الدنيا دي كلها، وعند الطاسه بتسخن على النار، اللهم صل على النبي، ونشيل كل حاجه من هنا مش عايزها. خلي بالك واقفه في المطبخ، حنفيه الميه شغاله على الفاضي لازم تقفليها، نار شغاله على الفاضي لازم تقفليها، عشان عمليه التبذير والفاتوره ما تجيش عاليه بدون استخدامك او استهلاكك للشيء ده، بيجي من هنا. واقفه في المطبخ انبوبه الغاز بتاعنا شغاله على الفاضي، كل بيت دلوقتي فيه غاز طبيعي الحمد لله، وتلاقي الكهرباء شغاله على الفاضي، كل ده طبعا تبذير. معايا شويه جاهزين دول، وتعالوا نشوف هنسوي الاكله بتاعتنا دي ازاي. طاسة على النار شديدة الحرارة، نحط فيها شوية زيت بالشكل ده كده، حلو؟ تسلم ايدك يا شيف. ونحط مع الزيت ده يا عم الشيف مكعبين من الزبدة أو معلقة سمنة، بس أنا بفضل الزبدة. لغاية دلوقتي زي الفل، عندي عود نعناع حلو بخدرها كده، ربنا يخدر أيامنا يا رب على الخير. شفت الحلاوة دي؟ شفت الشياكة دي؟ تعالوا نشتغل مع بعض بقى ونعمل ابتكار طهوي كده. اللهم صل على النبي. بص على الحلاوة، بص على الشقاوة، هو ده. كمان مرة عجبتك القصة دي أنا عارف. كمان مرة. تكلفة الأكلة دي كام؟ كتير. دايما بقول الخبرة الطهوية والفن الطهوي لا يقدر بالمال، والأفكار لا تقدر بمال، ولكن التكلفة المالية للأكل بتاع اللي أنا عامله ده 3 تعريف. أملى الصينية كده، دي هندخلها الفرن، خلي بالك. دي هتخش الفرن على الشبكة بتاعة الفرن عشان نحط على وشها شوية جبنة موزاريلا. نعم يا غالي. لا ده انت مش متابع معايا من الأول بقى، احنا جايين متأخرين. السادة المشاهدين بيقول لي الرز ده يلحق يستوي؟ الرز مستوي يا حبيب قلبي. الرز المصري هنا كان بايت عندي في التلاجة، كنت عاملة ملوخية لجوزي امبارح بيحبها بالفراخ، فعندي شوية رز، كنت عاملة طاجن بامية باللحمة الضاني عدله شوية رز مصري، فالرز هنا مسلوق مسبقا. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ عندي جبنه موزاريلا. بسم الله الرحمن الرحيم. احط بقى، عندك شويه زيتون حولها البيتزا. ممكن تحط زيتون مع الجبنه دي حسب الرغبه. درجه حراره الفرن عندي 180. ادخلها الفرن يا عم الشيف. تاخد لون، تاخد شكل. مش عايزه جبنه ما تحطيش، عايزه تحط جبنه شيدر حطي. خليك احسن مني وحط اللي انت حباه، مفيش اي مشكله. ولادك بيحبوا ايه؟ زي الفل. في الفرن وندخلها. فين مكانها في الفرن يا عم الشيف؟ هنا، هنا مكانها. اللهم صل على النبي. مخرجنا الجميل، الصوره الحلوه من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. اللهم صل على النبي. يلا بينا. الله الله على الحلاوه. بص بص الحلاوه، بص شوف الحلاوه اهي في قلب الفرن اهي. بالله عليك تجيب لي الصوره من داخل الفرن. شوف الحلاوه دي كده، ايه الجمال ده، ايه الشياكه دي. هنقفل الفرن بتاعنا ونسيبها شويه. تعالوا نطلع الطماطم بتاعتنا من الفرن. في اسئله بقى على السوشيال ميديا مطلوب مني ان انا اجاوب عليها سريعا كده. لغايه دلوقتي بنسال مقادير عجينه البيتزا بتتعمل ازاي، فبعتذر طبعا لكل حبايبنا اللي على السوشيال ميديا اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، واللي بيتابعونا على الصفحه الرسميه لاكله امي وصفحه القناه الاولى.
بنتابع وبناخد الأسئلة بنجاوب عليها عملي لحضراتكم، وبتيجي الفرصة بنعمل كمان الأكل ده عملي كل يوم. من ضمن الأسئلة مقادير عجينة البيتزا يا شيف مغازي ما بتطلعش معايا زي المحلات، وهي مش المفروض تطلع زي بتاعة المحلات، لأن المحلات ملتزمة بالكوست، الكوست اللي هو التكاليف عشان نكسب كتير. حلو الكلام؟ أنت ما عندكيش الكلام ده في المطبخ، أنت هنا بتأكلي ولادك بحب. حلو؟ الله الله على شكل الطماطم وهي محشية. بالأمانة عايزة شوية كمان، إحنا معانا وقت قد إيه يا غالي؟ حبيب هارتي أقل من دقيقة هطلعها. مقادير عجينة البيتزا كالآتي: 3 كوبايات من الدي، الله على الطماطم، الله شفت بتهز يا باشا، تلزق مين بس يا طيب يا راجل يا محترم يا جميل، شفت الطماطم بتتهز ازاي؟ في قلب الحلة زي الفل بألف هنا وشفا. تمام، الأكل بتاع النهاردة بساطة سهولة مرونة، ولكن للأمانة الخبرة الطهوية فيه أعلى وغالبة على الموضوع. الطماطم عملتها بشكل جديد، بنيت الهرم الغذائي جوه شريحة طماطم من كل العناصر بتاعته، عملنا البوفتيك بتنجان يحب الأولاد الصغيرين يحبوه طبعا، الرز الجميل ده بهديه لكل أم عظيمة لكل سيدة حامل، لأن البسلة هنا غنية بالبوتاسيوم، وإحنا لما بنشوفها قدامنا عينينا يا إما بنشربها شوربة يا إما بناكلها مع خضار سوتيه، فإيه المشكلة لما أعمل طبق فيه كربوهيدرات ونشويات وفيها جزر وفيها بسلة؟ هو ده المضمون بتاع الأكلة بتاعتي. رؤية فن إبداع، بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.